بمشاركة عدد من المدن الليبية انطلق معرض ليبيا الزراعي في الدورة الأولى ببلدية وادي البوانيس، والذي سيستمر لمدة 5 أيام. المعرض شهد عرضا لعديد من المنتجات الزراعية من أدوية وبذور وأسمدة ومعدات زراعية بمختلف أنواعها، وأيضا عرضت فيه منتجات التمور بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى المقتنيات الشعبية والأزياء التراثية، كما شهد مشاركة فرقة غات بالرقصات الشعبية. الانطباع الأول للمعرض، يعني نقدر نقول لك معرض بإذن الله حيكون ناجح، لأن فيه ما شاء الله من الشركات، وفي تنوع، في نوع كثير من الشركات اللي جاية، وفي تنوع كثير، وإن شاء الله هي تستفيد من المنطقة ويستفيد من الفلاح في المنطقة. وشهد المعرض وبحسب المنظمين إقبالا من قبل الزوار المهتمين بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية من كافة مناطق ليبيا. الهدف من هذه المبادرة كما يرى القائمين عليها هو فتح قنوات للتواصل بين المزارعين والشركات وكبار المستثمرين في القطاع الزراعي من أجل الرفع من القطاع في ليبيا. ساهمنا طبعا معاهم في زيارة إنجاح المعرض بمنتجاتنا وبخبرتنا. طبعا شركة الملاحة جنوب شركة مهتمة بتربية النحل وإعطاء دورات في مجال تربية النحل لكل الراغبين في تعلم النحل وعالم النحل. رغم ما تشهده البلاد من انقسامات وصراعات، إلا أنها لم تكن عائقا أمام إنجاح هذا المعرض وإقبال الزوار من مختلف مناطق ليبيا.